استعدادا لخوض منافسات البطولة العربية 38 للأندية لكرة اليد، يواصل نادي الشعلة تدريباته المكثفة على فترتين صباحية ومسائية تحت قيادة مدربه الوطني محمد صالح، الوصول إلى الجاهزية الكاملة للاعبين قبيل انطلاق البطولة العربية هو الهدف الذي يسعى إليه الجهازان الفني والإداري للنادي. في البداية أحب أن نوجه لكم ونشكركم على دعمنا والفريق بأتم الاستعداد، نحيط لكم علما بأن الفريق مستعد من مطلع شهر يوليو ودخل في معسكر تدريبي على مراحل كثيرة، ومنها على مستوى الساحل وعلى مستوى الصالة المغلقة، ومعنويات الفريق كويسة جدا. يأمل أبطال الدوري اليمني لكرة اليد الظهور بمستوى مشرف وبشكل مميز، خصوصا في ظل التعاقدات التي أبرمها النادي مع اللاعبين المحترفين لتعزيز صفوف الفريق وتقديم صورة تليق بمكانة وتاريخ نادي الشعلة في اللعبة. قرب انطلاق البطولة هو ما يجعل مهمة الكادر التدريبي للفريق صعبة، خصوصا أن شعلة عدن هو الممثل الوحيد للأندية اليمنية في البطولة التي ستقام على الأراضي السعودية بعد انسحاب نادي القطن في وقت سابق. بدأنا الاستعداد للمشاركة في البطولة العربية بقيادة الكابتن محمد صالح، إن شاء الله نحن مستعدين للمشاركة في البطولة العربية المقامة في المملكة العربية السعودية القطيف، وإن شاء الله نشرف الكرة اليد اليمنية. بطولة أخرى يشارك فيها النادي خارجيا على أمل أن تكون النتائج هذه المرة مغايرة لما حدث في المشاركات السابقة للفريق. أمل تحقيق إنجاز للكرة اليمنية لن يكون سهل المنال، والاكتفاء بشرف المحاولة أمر سيحاول النادي أن يتجنبه قدر المستطاع. فهل يستطيع ممثل اليمن الخروج بنتائج إيجابية في هذه البطولة؟